مباراة كنت أود أكون موجود فيها كانت مباراة بالنسبة لي تحمل شقين، مباراة تحمل نتيجة لمصر اللي هي توديك كأس العالم، وهي مباراة الجزائر اللي اتلعبت في السودان، والشق الثاني اللي أنا يعني عندي حمية كده أن ألعب قدام الجزائر، يعني حتى أنه ممكن وأنا بتكلم دلوقتي بقى عايز ألعب قدامه. مباراة زيمبابوي اللي أنا كابتن جوري حرمني منها، كان نفسي أن أنا أكون موجود مع جيل 90 في ماتش هولندا. الجيل اللي عرفنا يعني ايه بقى مصر وقيمه المنتخب، وكان نفسي كانت امنيه بالنسبه لي ان انا اكون موجود ماتش هولندا مع منتخب جيل 90 في ماتش بتاع كوتيفوار النهائي، كنت نفسي ابقى موجود في الملعب. مصر والكاميرون 2008 في نهائي كاس الامم الافريقيه كانت من المباريات اللي الواحد يتمنى يكون موجود فيها، اللي احرز فيها محمد ابو تريكه هدف المباراه في النهائي. مصر وهولندا في كاس العالم كان ماتش انا اللي اقدر اجيب جون، وانا اللي اقدر اروح على الجون، وانا اللي اقدر اروح فيه، بس الاصابه للاسف هي اللي منعتني. البرازيل ومصر في كاس القارات من المباريات اللي مصر ادت فيها بشكل كبير جدا، واللي هو لا الواحد يحب يلعب الكوره دي، يعني يحب يلعب مع الفرقه دي والكوره اللي كانت بتتلعب في التوقيت ده. يعني ماتش مصر والجزائر من الماتشات اللي كان نفسي العب فيها مع المنتخب، كان ماتش الجزائر بعد ما اتخرجونا من كاس العالم، الماتش اللي كسبناه 4، ده كان ماتش عظيم بالنسبه لي. كان نفسي اكون موجود الحقيقه في ماتش، في كل ماتشات بطوله افريقيا في 2006، وده كان حلمي الحقيقه. انا كنت بقول ان انا هلعب 2006 واعتزل،